إذن يعني نقول كل هذه التفاصيل إلى رائد الحامد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إيكويتي جروب معنا هذا اليوم هنا في الاستوديو. رائد أسعد الله أوقاتك بكل خير. طيب. الله يسلمك وأهلا وسهلا بك دائما. ودعنا نقرأ معك المعتاد ما يدور في العالم. يعني دعنا نبدأ بهذه الهدنة وهي آخر المستجدات على المستوى السياسي فيما يتعلق بالحرب في غزة. هدنة 4 أيام، كيف يتفاعل ويلتقطها السوق؟ يعني إجمالا نحن شفنا تفاعل الأسواق كان بدأ يخف تدريجيا بعد فترة الأولى، بعد أول 10 إلى 15 يوما من انطلاق التوترات الجيوسياسية والتأثيرات السلبية التي كانت موجودة على الأسواق، تم امتصاصها بشكل كبير جدا، ولكن بقي يعني المود كوشس، حذر عام، نحن ننتظر أن يكون في عنا تدخلات لأطراف جديدة أو يكون هناك تصعيدات بشكل كبير من أطراف أخرى في هذه التوترات الجيوسياسية، بالتالي ممكن يدعم ذلك صعود أكبر في الملاذات الأمينة، هبوط أكبر في الأصول ذات المخاطر المرتفعة. لكن شهية المستثمرين وجدناها أنها لا تزال مستمرة بشكل أو بآخر على مجموعة من الأصول، ولربما كانت الأصول الأمريكية أو الأسواق الأمريكية هي المؤشر الرئيسي أو المقياس الرئيسي لهذا الشيء. ظلت عم نشوف ارتفاعات قوية وتعكس واقع اقتصاد أمريكي يبدو أنه جيد بشكل عام. جيد. رائد بالأمس يعني اطلعنا على محضر احتياطي الفيدرالي، يبدو أن الصخور والحمائم داخل الاجتماع كلهم يجمعوا بأنه لا خفض قريب في معدلات الفائدة، هذه محسومة يعني، ولعلها ظهرت في لهجة جيروم باول في مؤتمره الصحفي، وذكر بأن ذلك لا يحدث على الإطلاق. هذه على الإطلاق تؤكد بما لا يدع مجال للشك، لكنهم ذكروا بأنه بعيد التوصل إلى ما يقطع الشك باليقين أنهم مقبلين على مرحلة 2%، عند ذلك سيكون التفكير. كيف تتفاعل الأسواق أيضا مع هكذا خبر وقضع بعدم تخفيض ربما تثبيت في المرحلة المقبلة؟ إرجاء عملية تقليص أسعار الفائدة للعام 2025 وعدم وجود أي نية لحدوث ذلك وفق الدوت بلوت ب 2024، هذا يعطينا إشارة إلى أن الفيدرالي يقيم أن التضخم لا يزال جدا خطر في وضعه الحالي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ووصول والاستقرار عند 2% أو حتى دون ذلك قد يتطلب بعض الوقت، ولكن دون الحاجة إلى تشديدات إضافية. بالتالي تم نفي ضمنيا كمان بنفس الوقت بنفس الدرجة اللي نحن عم نقول فيها لن يكون هناك أي تقليص في أسعار الفائدة، لن يكون هناك أي زيادة في أسعار الفائدة بأي وقت قريب، على الرغم من أنه التزم بكلماته المتعلقة أو أعضاء الفيدرالي مؤيدين لفكرة أنه سوف يكون هناك تدخل حذر فيما يتعلق بأسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة بناء على البيانات الاقتصادية. حقيقة مثل ما ذكرت لك، طيب بيانات الاقتصادية كتير منيحة، أداءها إيجابي، الاقتصاد الأمريكي كمؤشرات اقتصاد كلي، ولكن في نفس الوقت يجب أن نكون حذرين فيما يتعلق بشهية المخاطرة بالنسبة للمستثمرين، إنه هذا التفاعل الإيجابي الكبير مدعوم بشكل كبير بالسياسة التشددية اللي نحن عم نشوفها بالفيدرال الأمريكي ممكن تدعم أكثر بالفترة القادمة، ولكن صدمات الفيدرالي قائمة وممكن في أي وقت نشوف عملية تصحيح أكثر عمقا في الأسواق الأمريكية. جيد، أشكر لك هذه الإجابة. رائد، الذهب يعني نلاحظ أن الذهب بات أكثر حساسية تجاه كل ما يحدث من أحداث، يعني ملامسة 2000 تتم بشكل سريع ومتسارع، ما السر في ذلك؟ يعني أعتقد حتى طيب في هذه الرن أو في هذه الانطلاقة للذهب الأخيرة اللي نحن شهدناها ممكن نشهد مستويات تاريخية جديدة لأسعار الذهب فوق مستويات $2,100 للأونصة بناء على هذا الزخم وهذه الظروف المواتية اللي موجودة عند الذهب. نحن شفنا عملية تصحيح للدولار الأمريكي من مستويات فوق 106، نحن شفناها عند 103، والذهب تمكن من العودة للارتفاع بشكل كبير جدا في انخفاضاته الأخيرة. لم ينخفض الذهب كثيرا دون مستويات $1,900 للأونصة، وهذا أعطى يعني مصداقية. أصبح الدولار هو لا يحرك الذهب بشكل مباشر بشكل أو بآخر، صار في عندي تشكيل أكثر من 10 إلى 15% بأي محفظة استثمارية أنت بتشوفها حاليا من الذهب، إضافة إلى تحركات البنوك المركزية بشكل كبير جدا
إلى زيادة الحيازات من الذهب. صار عندنا تسعير أكثر عدلا خلينا نقول لأسعار الذهب، ممكن يدفعها إلى استقرار أعلى أو بمستوسطات أعلى من المستويات الحالية. وأيضا كل هذا التوتر والقلق اللي موجود يجب أن يتم إطفاؤه نوعا ما بأصول ذات يعني خلينا نقول توجه عام إليها في ظل المخاطر أو المخاوف الكبيرة التي قد تحدث في الأسواق. مثل ما ذكرنا أي تصحيح عميق هو الملجأ الوحيد راح يكون في عنا اللجوء نحو السلع، وفي نفس الوقت توقع أنه يكون في عندي انتهاء البولش ماركت، يكون عندي دائما توجه للكوموديتيز وعلى رأسها ممكن يكون الذهب على وجه التحديد. لذلك عم نشوف النفط والذهب نوعا ما ميالين للارتفاعات بشكل أكبر، واستقرار متوسطات أسعارهم عند أعلى من السنوات الخمس الماضية إذا نحن بدنا نذكرها بالدقة. تعقيب من ذهب، أنا أشكرك رائد الخضر، وأنت كبير استراتيجي الأسواق في إكويتي جروب، شكرا جزيلا على كل هذه الإضاءات. شكرا. طيب.